اهلا بحضراتكم من جديد وعوده من جديد وتغطيه خاصه هنا من قلب العاصمه القطريه الدوحه لهذا الحدث الاستثنائي بطوله فيفا انتر كونتيننتال ومشاركه تاريخيه. هنا الاهلي يصنع التاريخ امامه تحدي على كاس التحدي امام فريق باتشوكا المكسيكي، وبالتالي قناه الاهلي بالتاكيد عشان تكون في قلب الحدث لازم نكون من خلال هذه الاحاديث مع المصادر المسؤولة التي تعمل على مدار ال 24 ساعة بشكل متواصل للتحضير لهذا الحدث الكبير. تواصل مع الاتحاد الدولي فيفا، تواصل مع الأندية المشاركة ريال مدريد، الأهلي، باتشوكا، وأيضا كمان بوتافوجو البرازيلي الذي جاء في اليوم الأول خسر أمام بطل الكونكاكاف بثلاثية نظيفة. معي ومعكم في أول فقرة حوارية في هذه التغطية الخاصة الكابتن والسيد حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي والتسويق للجنة المنظمة المحلية لبطولة فيفا انتر كونتيننتال في أول ظهور إعلامي النهاردة بيخص قناة الأهلي بهذا الظهور ليلة المباراة المرتقبة بين الأهلي وباتشوكا. كابتن حسن، أولا أنا سعيد جدا بوجودك معانا على شاشة قناة الأهلي مع كل جماهير الوطن العربي بشكل عام وجماهير الأهلي بشكل خاص. أبو محمد، أول شيء مرحبا فيك في الدوحة. أهلا بك، شرفت بلدك ومكانك، ومرحبا بجميع طبعا إخواننا المصريين في مكانهم ومحلهم. إحنا نقول شرف لي كبير ان اتواجد في قناه النادي الاهلي، النادي العريق والكبير اللي ما يحتاج شهادتي انا شخصيا. الله يخليك. تواجدنا هذا واجب علينا. نتمنى ان شاء الله ان نعطي اضافه ونقدر نجيب على او نجاوب على اكثر الاسئله اللي متواجده عندكم باذن الله. اولا يمكن تلقيتوا ايميلات واستفسارات كثيره للظهور الاعلامي والحديث مع الجماهير العربيه وجماهير النادي الاهلي، ولكن استفسارات كثيره حول هذه البطوله وتنظيمها من خلال الاتحاد الدولي. كيف استعد يعني تم الاستعداد لهذه البطولة وتوقيت إقامة البطولة؟ أكيد طبعا، شوف يعني القنوات المصرية كلها يعني نقول احنا عينين في راس، ويمكن بسبب الضغط الكبير في بداية الاستعدادات للبطولة كان صعبة صعوبة الحضور وتلبية جميع الطلبات، فنعتذر منهم جميعا. وكان الأول ظهور طبعا احنا ما نقدر نرد طلب النادي الأهلي وجماهيره، فكان تواجد معنا أكيد. فالاستعداد بدأ من فترة طويلة مع الإخوان في الاتحاد الدولي للفيفا لتنظيم البطولة، خاصة أنها بطولة تعود بحلة جديدة بنظام جديد. شفنا كؤوس مختلفة وكل مباراة تعتبر هي بطولة بحد ذاتها. شفنا البطولة الأولى والمباراة والكأس الأولى في مصر، نادي الأهلي ونادي العين. صحيح. شفنا بطولة أو الأمريكيتين بين بوتافوغ وباتشوكا، وبكرة عندنا كأس التحدي اللي إن شاء الله الأهلي يكون قد التحدي فيه بإذن الله. وطبعا البطولة وكأس الانتركونتيننتال اللي بيكون إن شاء الله في 18 ديسمبر في ملعب لوسيل ضد نادي ريال مدريد. التنسيق مثل ما قلت انت بداية سيد محمد مع مختلف الجهات وكافة المعنيين، سواء من الجانب الرياضي او التنظيمي على الأندية المشاركة واستعداداتهم والتجهيزات الخاصة فيهم، بالإضافة الى المتطلبات الخاصة بهم وتلبيتها. الجانب الثاني اللي هو الجانب الإعلامي، الناقل الرسمي والناقلين بشكل عام المختلفين للبطولة، كذلك الإعلاميين المتواجدين معنا سواء في دولة قطر او القادمين من الخارج او عن طريق الأندية كذلك المشاركين معنا. والجانب الجماهيري طبعا حدث ولا حرج، والجانب الاكبر والاهم العنصر الجماهيري والاستعدادات الخاصه فيه سواء مباشره مع الاتحاد الدولي او الانديه او مختلف الجهات المشاركه من دوله قطر في عمليات التنظيم. فالحمد لله رب العالمين انطلقت البطوله، وبكره ان شاء الله عندنا مباراه ايضا اتوقع تكون واحده من اهم المباريات واكبرها، خاصه بتواجد القواعد الجماهيريه اللي قاعدين نشوفها المتواجدين معنا. فباذن الله تكون مباراه ترتفع او ترقى باسم البطوله وباسم نادي الاهلي الممثل العربي لنا. اكيد اقامه البطوله في التوقيت هذا ويكون الفاينل ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي وريال مدريد يا رب باذن الله. ان شاء الله تتمنى الاهلي ريال مدريد؟ اكيد ان شاء الله باذن الله. هذه يعني وصول، شوف اي فريق عربي المشاركه والوصول لاعلى نقطه اكيد انه يعني يضفي اول حاجه زخم للبطوله، كذلك يرفع اسم الكره العربيه بشكل عام. الاهلي ما يمثل نفسه فقط الحين ولا يمثل مصر، اعتقد هو يمثل العرب بشكل كبير مقابله ريال مدريد، واعتقد الاهلي له تجارب كثيره مع ريال مدريد من سنتين كان سيمي فاينل كاس عالم في المغرب. فاعتقد راح تكون المباراة بإذن الله إذا الله وفقهم إن شاء الله وصعدوا للنهاية راح تكون مباراة بطعم ثاني وطعم خاص يا رب بإذن الله. طيب المباراة الختامية متزامنة مع نفس موعد نهائي كأس عالم من سنتين. صحيح. إحنا بنعيش الحدث اللي عشناه من سنتين، ولكن من خلال المستوى الأندية والأهلي والريال وباتشوكا المكسيكي. صحيح. شوف هي أكثر من مناسبة في يوم واحد. أول حاجة الاستعدادات اليوم الوطني القطري راح يكون إن شاء الله في 18 ديسمبر، وندعو الجميع للمشاركة معنا أكيد في الاحتفالات القائمة.
الإضافة نفس ما ذكرت سنتين من أفضل نسخة لكأس العالم، وبالنسبة لنا احنا أفضل أو بالنسبة للجميع واحدة من أفضل المباريات أو نهائيات كأس العالم لأرجنتين وفرنسا. فاختيار الموعد، اختيار الملعب، سنتين مثل ما قلنا من كأس العالم، فأعتقد كلها تعطي زخم للمباراة بشكل ذاتي بشكل كبير. العناصر المشاركة أيضا لا ننسى أنه راح يكون متواجد معنا مبابي اللي كان مشارك كعنصر في المباراة النهائية، والزخم اللي كان معطيه للبطولة كذلك. جميع العناصر أو جميع المؤشرات تعطينا أنه راح نعيش ليلة مونديالية خلينا نقول بزخم وطني، لأن اليوم الوطني في ملعب الأيقونة ملعب لوسيل في حضور تقريبا أكثر من 80,000 متفرج إن شاء الله راح يملون الأستاد. الفعاليات المصاحبة والأجواء المصاحبة بتعيد لنا إن شاء الله ذكريات كثيرة من كأس العالم، وأعدت لنا ذكريات الملعب التاريخي ملعب 974 صحيح. الحاويات اللي تم من خلالها إنشاء هذا الملعب، وقالوا أن بعد البطولة الملعب هيتفك ويبقى إهداء. هل تم تقليص عدد الجماهير؟ إمكانية إقامة المباراة من تاني على هذا الملعب بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي؟ فكرة ملعب 974، شوف فكرة ملعب 974 أنه هو ليس فقط ملعب كرة قدم، للعلم يعني يمكن الناس اللي متابعين كرة القدم فقط يعتقدون هو للمباريات فقط، لكن 974 من بعد خروجه من بطولة كأس العالم تقام عليه العدد من الفعاليات، الأحداث، المناسبات الخاصة، فهو دائما كان في حالة تشغيل. فكرة إعادته حاليا لكرة القدم مع مثل ما قلنا عودة سنتين أو مناسبة سنتين من كأس العالم، حبينا أن ندخل الناس في الأجواء. كانت استفسارات كثيرة عن ملعب 974، واللي ما كان له فرصة أنه يحضر في ملعب 974 خلال كأس العالم، بالإضافة أنه خلال بطولة كأس آسيا الأخيرة ما كان من ضمن الملاعب المختارة في البطولة، فارتأت اللجنة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي أنه يكون أيضا الملعب موجود. إن شاء الله بكرة راح نشوف الجماهير الهوية تزين الملعب بالإضافة إلى جماهير باتشوكا. بإذن الله راح نشوف ليلة من ليالي كأس العالم يا رب إن شاء الله. بإذن الله. مبيعات التذاكر وشعبية الأهلي وجماهيرية الأهلي، السؤال الأهم، السؤال الأهم شوف طبعا مثل ما تم الإيضاح سابقا، وأنا كنت طبعا مع الأخوان مستشار حسام والأخ محمد الجزار والأستاذ أسامة، جميع الأخوان العاملين في مصر كنا في تواصل مباشر معهم، بالإضافة إلى التواصل مع النادي الأهلي من خلال اللجنة المختصة للتنسيق، وكذلك هناك تنسيق ما بين النادي الأهلي والفيفا. التذاكر هي تقع تحت إدارة الاتحاد الدولي فيفا، ففي تنسيق مباشر بخصوص الكوتات أو الكميات المخصصة لكل فريق. تم طرح التذاكر من فترة طويلة، أعتقد المباراة تقريبا حاليا احنا نتكلم في ليلة المباراة على تذاكر النهائية. النادي الأهلي أعتقد استلم التذاكر الخاصة فيه، الروابط أيضا كذلك تم توزيع التذاكر الخاصة فيهم. عملية الشراء اللي قاعدين نشوفها بس للتوضيح ليست فقط من جماهير الأهلي، للعلم ترى جماهير الأهلي لا شعبية كبيرة في قطر ودول الخليج، ففي إقبال كبير على التذاكر حاليا. اعتقد يمكن انا قبل ما ادخل معاك اللقاء كنت قاعد اشيك على او اشوف التذاكر المتوفره، حاليا لحد الحين متوفر كميه من التذاكر. نتمنى اللي ما حصل على تذاكره يسارع في الحصول عليها، يعيش التجربه، لانه ممكن يكون مباراه وتاهل حلم للنادي الاهلي يتواجد معنا. يعني لسه في مساحه، في مساحه ايضا ايضا تم طرح اليوم عدد من التذاكر من قبل الفيفا متواجده حتى الان. بس للتوضيح وكم تم ذكره سابقا، التذاكر هي تذاكر إلكترونية راح تكون موجودة على التطبيق الخاص في الفيفا، فاللي حصل على تذاكره وكان شاري تذاكر من فترة راح يوصله إيميل في رابط التطبيق، فنطلب منه ينزل التطبيق وينزل يسوي داونلود للتذاكر الموجودة فيه عشان يقدر يستخدمها في الملعب. الإيميل اللي استلمته للشراء ليست هو التذاكر، التذاكر راح تكون متواجدة في التطبيق، فلازم يعمل داونلود للتطبيق الخاص فيفا الفيفا انتر كونتيننتال، وراح يوجد يعمل يدخل على اليوزر نيم بتاعه والباسورد ويلقى التذاكر موجوده عنده، ومن خلالها ممكن يشاركها ايضا مع اصدقاء واصحابه. دي جزئيه مهمه جدا، لان كان جات لي استفسارات كثيره يا كابتن حسن من الجماهير، التذاكر جات لهم ورجعت تاني، اكيد لما بترجع ممكن ما يكونش كمل اجراءات الحجز. صحيح صحيح، او مش يكمل اجراءات الحجز، لازم يعمل داونلود للتطبيق نفسه. أوكي. اول حاجه انت شريت التذاكر ووصلك ايميل تاكيد شراء التذاكر، ان اندفع المبلغ والشراء والتذاكر هذه محجوزه، يبقى حين استلام التذاكر والاستلام والاستخدام من خلال التطبيق. التطبيق اي انا ممكن حتى اشرح للشباب بعدين يعني تحت الهواء عن التطبيق، وكان تناقش مع اخوي اسامه وشرحت له التطبيق بشكل جدا سهل. تطبيق على الموبايل، على الموبايل موجود، وتعمل له داونلود وراح تدخل في اليوزر واليوزر نيم والباسورد اللي عملت فيه او شريت التذاكر من الموقع الرسمي للفيفا، راح تلقى تذاكرك كلها موجوده. بكره تاخذ موبايلك معك تتوجه للملعب، راح يعمل لك سكان على التذكره وتتفضل، لا يحتاج طباعه التذكره، مفيش طباعه تذاكر ولا اي حاجه خالص. الملاحظه الثانيه واللي نتمناها من الجميع، لا يوجد
منصات لبيع التذاكر غير الموقع الرسمي للفيفا، وايضا لن يوجد نقاط لبيع التذاكر عند الملعب، عند الاستاد، عند الاستاد لا يوجد. فاللي مش حامل تذكره ولا حاصل على تذكره فليتوجه للملعب، لانه ما راح يكون في مكان لبيع التذاكر. الملعب والعمليات الخاصه فيه فقط لحملة التذاكر. فنتمنى من الجميع نزل التطبيق، اعمل داونلود للتذاكر بتاعتك، وزعها اذا كان عندك اصحابك اصدقائك اهلك تقدر تسوي لها شير. كل فرد لي كم تذكره؟ تقدر تشتري ست تذاكر. ست تذاكر، ست تذاكر، وتنزل عندك ست تذاكر، تقدر ترسل خمسه وتذكره رئيسيه تم لك انت معك لك انت. فمن خلال التطبيق جدا سهل، تحتاج ايميل الشخص. انا لو عندي تذكره الحين برسلها للاستاذ محمد، اخذ ايميلك واعمل كوبي بيست وارسل لك التطبيق، يوصلك ايميل في رابط التطبيق، تنزله تعمل يوزر نيم وباسورد، تلقى التذكره موجوده عندك، تعملها اكسبت وداونلود، تلقى التذكره موجوده. موضوع بسيط وسهل جدا، بسيط، ولما التعامل معاه جدا بسيط، وكان هو مستخدم خلال كاس العالم. صدقني راح يريح اللي يستخدمه، راح يريحه من عمليه التذاكر، استلام التذاكر، تعال خذ تذكرتك، حبعت لك التذكره. فهي شغلانه شويه صعبه في البدء، يعني العمليات سيستم الاتحاد الدولي. صحيح، هو نظام اتحاد كامل الدولي، وللعلم راح يستخدم ايضا في كاس العالم القادم وفي بطوله انديه العالم القادم 2025 في امريكا. دائما هذا التطبيق المعتمد حاليا في نظام الفيفا، واعتقد صراحه من وجهه نظري ومن خلال عملي في مجال كره القدم، اتوقع خلال الفتره القادمه راح نشوف اختفاء للتذاكر الورقيه. كان لكم فكره عظيمه من ناحيه الماركتنج والتسويق، ان كاس التحدي وكاس درب الامريكتين لما الفيفا وصل النسخ هنا الى قطر، تم يعني عمل جوله خاصه بالكؤوس في بعض الاماكن السياحيه هنا في قطر. صحيح. كؤوس رسميه من الاتحاد الدولي، هي كؤوس قاريه يا جماعه. صحيح. يمكن في مصر انا عارف في كلام كتير على موضوع الكؤوس، كؤوس قاريه بميداليات، ويمكن مباراه الاهلي وباتشوكا هيكون في جائزه كمان مان اوف ذا ماتش، ودي حاجه اضافيه بخلاف بقى الفاينل امام ريال مدريد. صحيح. شوف، اشراك المجتمع بشكل كامل، التوعيه بالمجتمع بالمباريات، خصوصا ان لا تنسى حاليا احنا في دوله قطر في هذه الفتره دائما العديد من كثير من الفعاليات الموجوده، موسم الشتاء عندنا والاجواء جميله. أكيد. وانت شايف استاذ محمد. أكيد. فعدد كبيرة من الفعاليات، كان عندنا بطولة الفورمولا 1 متواجدة، بطولة الانتر كونتيننتال الحين قائمة، في عديد من الفعاليات اللي خاصة بالسياحة. فلازم تظهر بطولتك بشكل مميز. التواصل، كان عندنا مشاركة في بلاس فاندوم في فندق وفي مجمع بلاس فاندوم، وشفنا حضور صراحة مميز وكبير من الجماهير، فرصة لالتقاط الصور مع بطولة، مع كأس رسمي لبطولة رسمية، كان متواجد معنا خلال مباراة باتشوكا، وبكرة الكاس إن شاء الله راح يكون أيضا في منطقة الفعاليات متواجد لالتقاط الصور. فالفرصة موجودة، ما عليك إلا تحضر المباراة فقط إن شاء الله. إن شاء الله. المتطوعين عاملين جهد كبير جدا في مساله المتطوعين، بيسهلوا كل الاجراءات للانديه المشاركه وللقائمين على التنظيم والمسؤولين وللاعلام وللجماهير. صحيح. عنصر مهم من عناصر اي نجاح اللي هو برنامج التطوع. احنا شاهدناه في بطوله كاس العالم، وكان عندنا عملنا قاعده بيانات لعدد كبير من المتطوعين اللي تم تدريبهم وتاهيلهم، وصراحه نوجه لهم الشكر، لان كلمه شكر قليله. لا ننسى ان الاخوان والاخوات يعملون بالمجان، قاعدين يتحملون فتره طويله من العمل، التواجد في اماكن يمكن مش مريحه لنا، مريحه ولا مريحه لهم، لكن مع ذلك سواء من منطقه البوابات لمنطقه توصيل الجماهير لمنطقه الارشاد الاجابه عن المعلومات. حاليا متواجد معنا تقريبا 400 متطوع، نوجه لهم الشكر ايضا من خلال برنامجكم. راح يكون متواجدين معنا ان شاء الله للمشاركه في مختلف عمليات يوم المباراه، من الارشاد للجماهير او من المشاركة في العمليات الثانية، العمليات الإعلامية، عمليات كرة القدم، عمليات استقبال الضيوف. فلهم دور كبير، ونوجه لهم دائما الشكر، وهم عنصر جدا مهم من عناصر أي نجاح في أي بطولة. عندكم كأس عالم للناشئين تحت 17 سنة قريب جدا إن شاء الله، بنظام مختلف بقى، 48 منتخب. متى موعد البطولة؟ تم الإعلان عنه من قبل الاتحاد الدولي، إن شاء الله راح يكون متواجد معنا من 5 نوفمبر إلى 27 بمشاركة ولمدة خمس نسخ، راح يكون استضافتها في دولة قطر، فئة مهمة، واعتقد إن شاء الله راح يكون الاهتمام فيها بشكل خاص سواء من الاتحاد الدولي أو اللجنة المنظمة. راح يتم إن شاء الله عمل برنامج خاص طبعا من الجهة المسؤولة عنها بإذن الله، يتم الإعلان عن الاستعدادات في الوقت المناسب والخطط الخاصة فيهم، خاصة أننا نتعامل مع فئة صغيرة في السن. فالفكرة الأساسية لهم أن نعطيهم نوع من الشعور بالإحساس بالمستوى الاحترافي. أنت لاعب منتخب، شارك في بطولة كأس عالم، شوف الاستعدادات، مواعيد التدريب، الملاعب المشارك فيها، الالتزام بالمواعيد اذا كان في مؤتمرات صحفيه. فراح تكون ان شاء الله شويه تجربه احترافيه لهم، الهدف يكون تعليمي، وان نجهز هذا النشء ان شاء الله لما يوصل للمراحل العليا يكون مستعد. ابرز الحضور بكره في مباراه الاهلي وباتشوكا.
الحضور والله كله مميز بوجود الاهلي. الله يخليك. يعني جمهوره وطبعا ما ننسى، انا دائما اقول للاخوان معانا الثالثه شمال ان شاء الله راح تكون متواجده معنا، فاكيد في حضور على مستوى عالي سواء من الشخصيات العامه والشخصيات المسؤوله، محبين النادي الاهلي ومحبين كره القدم. الدعوه موجهه للجميع، مثل ما اكرر انا التذاكر متوفره لين موعد المباراه، لحد موعد انطلاق المباراه. ادخل على الموقع، احصل على تذكرتك وتوجه للملعب أكيد. ويعيش ان شاء الله تجربه مميزه معنا. الاخوان الاعلاميين كذلك متواجدين ان شاء الله معنا، تم تجهيز كافه الاحتياجات الخاصه فيهم سواء من الفنادق الى النقل الى وصولهم لارضيه لاماكنهم المخصصه في الملعب، والتواجد كذلك في المؤتمرات الصحفيه. اخر سؤال وانا اثقلت عليك، انا عارف، بس بشكرك جدا على الدعوه الكريمه انك موجود معنا النهارده. متى موعد وصول ريال مدريد؟ ان شاء الله راح يوصل في تاريخ 17 اذا ما كان ليله المباراه، ليله المباراه او بالتاكيد 17 باذن الله، انا ما يحضرني الموعد بالضبط، لكن راح يكون متواجد، راح يعمل تمرين الرئيسي في الملعب وباذن الله يلعب معنا المباراه ان شاء الله. واللي احنا شفناه اليوم انه في اعلان بحضوره بكامل نجومه. في ربط للريال هنا اعتقد في الدوحه، في شوف اغلب الانديه انا اللي اكتشفته صراحه حاليا من خلال عملي في البطوله النادي الاهلي عنده اكثر من رابطه سواء في قطر في دول الخليج، نادي ريال مدريد ايضا عنده رابطه في قطر وفي اكثر من دوله من دول الخليج. ف يعني انا اتوقع فرصه ما تحصل كثير، تشوف فريق مثل ريال مدريد بطل دوري الابطال، وجود الاهلي كذلك باسمه وتاريخه اذا كان ان شاء الله متواجد معنا في المباراه النهائيه، او انك تعيش تجربه مميزه لفريق بطل تكون متواجد معاك. نعيد ذكريات مثل ما قلت لك كاس العالم، صعب انك صراحه تحصل مثل هذه الفرص او هذه البطوله انك توجد معاه، فباذن الله يكون التواجد ان شاء الله بكره بوقت معين. البوابات تفتح قبل 3 ساعات، نوجه الجميع لاستخدام المترو اسهل طريقه للوصول، للوصول للملعب اكيد المترو. فبالعكس يعني جهز تذاكرك معاك، التوصيات العامه لا تاخذ الاشياء الممنوعه اللي ممكن تتعرف عليها من خلال الموقع الرسمي، ونشوف الاهلي ان شاء الله بكره في 974 وباذن الله نشوفه في 18 في ملعب لوسيل يا رب ان شاء الله. كلمه اخيره لو تحب توجهها لكل الجماهير المصريه والعربيه. شرفت بتواجدي معاكم، يا مرحبا فيكم في بلدكم الثاني، نتمنى ان شاء الله نعيش معاكم بكره تجربه مميزه في ملعب 974 ونشوف الثالثه شمال في ملعب 974 الايقونه ونشوف الايقونه في الملعب الايقونه في لوسيل في لوسيل يا رب. ربنا يسمع منك يا رب. استاذ محمد كابتن حسن انا اللي سعيد جدا بوجودك معنا النهارده وشرف كبير، وان شاء الله موفقين ودايما انتوا على قدر الحدث وتستحقون هذا التنظيم الرائع. تواجدكم ودعمكم الدائم يا استاذ محمد. الله يخليك. الله يعطيك العافيه. شكرا. لقاء كان مهم جدا مع الكابتن حسن ربيع الكواري المدير التنفيذي للتسويق باللجنه المنظمه المحليه. يمكن قربنا شويه من المشهد من العمليه التنظيميه، تفاصيل لن تسمعوها ولن تجدوها الا عبر شاشه قناه الاهلي في تغطيه خاصه هنا من قلب الدوحه. ما تروحوش بعيد، بعد الفاصل فقره فنيه مع محلل مختلف تماما عن اللي بتسمعوه في الفترات الاخيره، هيتكلم عن النادي الاهلي بشكل اعتقد هينال اعجابكم، لانه هيتكلم في تفاصيل عن قيمه ومكانه الاهلي وتحضيرات الاهلي لهذه البطوله من رؤيه فنيه لبنانيه عن النادي الأهلي. ضيف مهم جدا ولكن بعد الفصل.